اي لو سمحت، انا اختي والله سوت حادث وجاها كسر بالحوض، ابي شنو الاعشاب اللي تنصح فيه يعني انها تتناولها الحين، وشنو اللي يعني تمتنع عنها، وبعد والنظام الغذائي مع الكمر شنو يعني الانسب لها من الاكل وكذي، ويعني وحبيت بعد أسألك بعد عن الوالدة، فيها بعد ملوحة في ريجها صارها من زمان، يعني صار لها كذا سنة، فيها من الأمر يعني فيها سكر وفيها ضغط وفيها رقعة شوية بالقلب بالعضلة القلب نفسها، وفيها بعد غازات وما تشتهي الأكل، وفيها بعد هم ملوعة ويجيها بعض مرات دوخة. يعني أنا كني سمعت تقول ملوحة. اي فيها ملوحة في ريجها من زمان هالشغلة. اي نعم، اي لا بأس إن شاء الله تعالى، ما تشوف شر. بس هذه حق أمي اللي فيها ملوحة وريجها، أما نعم أي أما اللي فيها كسر هذه أختي إن شاء الله. الحين تسمعي الرد نعم دكتور. بالنسبة للكسور، أفضل حاجة للتعجيل في جبر الكسور اللي هو الحلبة. نعم. يأخذونها ناعمة مطحونة وملعقة وسط 3 مرات في اليوم مع الحليب يشربونها، هذه زينة علشان تعجل في جبر الكسر. أذكر أنا واحدة من الأخوات معها هشاشة وصار معها كسر في الساق، وتقريبا ظلت شهور كل ما فكوا عنها الجبس وخذوا لها اشعه لقوا ان العظم ما جبر معها، فوصلت الى مرحله اللي خلاص يعني تاذت من الجبس. فاول ما اعطيناها الحلبه ونصحناها بالحلبه بعد شهر بالضبط فكوا الجبس لقوا العظم جبر بالضبط. فاحسن حاجه اللي جبر الكسور اللي هو ايش؟ اللي هو الحلبة. ولكن علينا ان ايش؟ نتجنب السكريات. السكر هذا يعني من الاشياء اللي 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 ما يخلي الكالسيوم يصل الى العظام. نعم، تناول السكريات او الافراط بتناول السكريات يعني يخلي الكالسيوم اللي محمول بالدم الى العظام والاسنان ينسحب. زين اساس الوقت. نعم. دكتور بالنسبه لوالدتها. نعم بالنسبة لوالدتها إذا ما تشتهي تأكل، وهذا طبعا شيء دارج يعني عند كثير من كبيرات السن، بس أرجع أقول مثل ما قلت حق الأخت اللي قبلها، إذا تعاني من عمليات من مشاكل في عسر الهضم عليها أن تحل هذه المشكلة حتى لا تحس أن شيء قاعد على كبدها، بالعكس مجرد ما ترتاح تحس أنها يعانى بطنها خالي ترجع مرة ثانية تأكل. الملوحة للأسف أختي أنا ما أقدر أساعدك فيها لأن ما أعرف المشكلة بالضبط ليش اللي صار معاها، بس أتوقع أنها راحت للطبيب وعرفت إيش المشكلة. إن حبت تتصل فيني أعتقد الإخوان في الكنترول ممكن يعطونها. يا ليت. نعم التليفون تليفوني أنا، ونتواصل وأحاول أستفسر أكثر، ها ممكن أساعدها من هذا المجال. نعم. بالنسبة لعضلة القلب، عضلة القلب تعرف البوتاسيوم هذه من العناصر المهمة، انخفاض البوتاسيوم سواء بسبب المدرات، إذا كانت مثل الوالدة تأخذ مدرات وايد فتدير بالها لأن هذه تنزل لها البوتاسيوم، إذا نزل البوتاسيوم يصير معها ضعف في عضلة القلب. وأتمنى أن ما تكون عندها مشاكل في الصمام المترالي، الصمام المترالي اللي في القلب هذا إذا صار في ارتخاء تحس بنوع من النبضات اللي هي غير عن الرثم أو غير عن إيقاع القلب، فجأة تحس أنه قام القلب يخربط بالدقات. إذا كانت تعاني من هذه المشكلة فعندها مشاكل في الصمام المترالي، انخفاض عنصر المغنيسيوم في الدم، هذه من الأشياء اللي تكون أثارها على الصمام المترالي، فراح تحس بالدربكة هذه اللي تصير معها. بس كل اللي عليها أنها تسوي فحوصات تأكد أن البوتاسيوم عندها معدلاتها زينة، وهذا أعتقد إن شاء الله تمشي.